الشيء اللي نبداو به طبيعه الحال المعاناه اللي يعيشوا فيها الجزائريين. المعاناه هذه راهي اليوم بان لانه بلادي تحكمها بالكذب، تقول لي كلش ماشي كلش كذا، تتكشف يكفي زوج قطرات ما يطيحوا من السماء، تتكشف عورة عصابه حاكمه ماهيش قادره تسير الزيقوات تاع البلاد، مش قادرة تسير الزيقوات تاع البلاد، مش قادرة تفرغهم، مش قادرة تسير الزيقوات كيفاش تحبوها تسير بلاد العصابة يا ناس. هذا واقع نعيشوا فيه. وش معناه لما تروح على سقطرة ما تفيض عليك الدنيا؟ لأنه القوانس ماهيش مسرحة لا أكثر ولا أقل. الدول كم نشوفوهم ديما يسرحوا القوانس ديالهم وتطيح على روحها شتا ذاك الوقت. على روحها احنا راهي في لي فيضانات. شوفوا الشيء بعينيكم، ما باش ما تقولوش رانا قاعدين نزيدوا عليهم ولا رانا نسبوا فيهم. لا هذا واقع، هاوليك الواقع يا سي. راهي صار بيها يا هذه صار بيها صار بيها. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر ويا ضر ربي ويا ضر ربي ويا بالموت ويا ضر ربي والله الله محمد رسول الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. هذو قطرتين ما هذه بوش بوسماعيل جيش قدام الجزائر العاصمة مثلا نفس الشيء راهو صاير. ونذكروا الفيضانات تاع باب الواد في 2004 ولا نفس الشيء، لانه القوات ماهيش مسلحه لا اكثر ولا اقل. وزيد نروح نشوف في تيبازا. السلام عليكم خويا، بارطاجي الفيديو هذي. هذا يا حي لوي 108 مسكن بلوك سي دو، طاحوا زوج ديار تحت، الناس راهي منكوبه وجات البلديه، البلديه ما دارت حتى خدمه. شوفوا الماء كيف راه اليوم، ما قدروش مين فينقي ويسرقوا الركارات. خدمه هذه شكون هذه الخدمه؟ دوكا راهين يحملوا. شوفوا يا طالع قريب يسم من ديارنا، وين رايحين هكا؟ وين؟ شوف يا سمبابة هكا، هذه هي خدمة البلدية. وش يدير البلدية؟ البلدية تجي تتفرج وترى، والشعب نورمال. ولا قالت لك الرغارات يزمي سرح الرغارات، هذا ويزمي سرح الزيقوات. وين ما تطيح الشتاء هذا صرا الناس تفرح كي تطيح الشتاء. الناس تفرح نعمة من عند الله. احنا وين ما تجي النعمة تولي لنا النقمة، كيما البترول والغاز والحديد والذهب والمنغنيز وغيرهم. نعمة من الله تحولوا إلى نقمة بسبب وجود عصابة عراية فيوات ما همش قادرين يسيروا ديورهم، بيوتهم ما همش قادرين يسيروها. يحبوا يسيروا البلاد دروش يسيروا بلاد، ما يقدروا يسيروا ولا شيء. شوفوا اليوم فيضانات بالله. وفي نفس الوقت واش باغيين يديروا الجماعة؟ يعود انت بالزيقوات اللي عندك يا زيقو يا جرد جردان انتم بفيضان. قال لك يبني اعلى تمثال في العالم. الله 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 الله. قالوا واش خصك العريان؟ قالوا خصني خاتم. هيا شوفوا الموضوع هذا يا مورجين، قال باش تفهموا مليح وين راهي رايحة العصابة، وشوفوا كيفاش تصير في الأمور. الله أكبر، هشام عباس، هشام عباس.